بالنسبة للتغذية السليمة يعني ناكل ايه ونشرب ايه؟ طيب بالنسبة بقى للتمارين الصحيحة والسليمة والمفيدة لكل جزء من اجزاء الجسد، هنتعرف على مجموعة منها من خلال هذا التقرير اللي هنشوف من خلاله مجموعة التمارين مع كابتن محمود فوكس وهو مدير جيم الرجال في النادي الاهلي بالجزيرة. بعديه فاصل ونرجع نبتدي بقى فقراتنا الحوارية. اتفضل. صباح الفل، صباح الحماس، صباح النشاط، يمكن ان شاء الله باذن الله بادئ بالحماس والامل والسعاده. وبدام في امل وسعاده طبعا لازم نتكلم عن الرياضه واهميتها لجسم الانسان، بس عشان خاطر نوصل للمرحله دي لازم نلعب رياضه صح. وعشان تنزل تلعب رياضه اوعى حد يوقفك، اوعى حد يديك طاقه سلبيه، لازم تنزل وتبدا. حتى لو وقعت تقوم، لو وقعت 1000 مره تقوم 1000 مره وتكمل، عشان انت تستحق كل خير. النهارده نتكلم يا جماعه، بدل ما قلنا هنقوم وهنقع وهنقوم، نتكلم يا جماعه عن الاخطاء الشائعه اللي بتقابلنا في الجيم. اخطاء الشائعه النهارده معانا الكابتن احمد طلبه، حب يساعدني في الحلقه النهارده عشان اقدم لكم التمرينات الصعبه والخطيره اللي بتعمل اخطاء وبتعمل اصابات للجسم. تعالوا النهارده نتكلم عن اول تمرين اللي هو تمرين الرو بالدمبل. كابتن احمد طبعا طلبه هيساعدنا النهارده في ادائه، وهيعرف الاول ايه الاخطاء الشائعه اللي ممكن اشوفها في الجيم واصلحها ازاي. اول حاجه طبعا يا جماعه حركه صباعي، ان انا بخلي لود جسمي كله على صباعي بتاع ايدي الشمال، وده غلط. لازم كف ايدي كله مريح زي ما انا شايف كده مع كابتن احمد طلبه، مريح كله وكف ايدي تحت كتفي بالظبط. الناس اللي كانت بتخلي كف ايديها قدام او ورا، لا، الصح ان كف ايدي لازم تحت كتفي مباشره عشان ابعد عن اصابات الكتف. تاني حاجه يا جماعه، الرجل الثابته اللي على الارض متنيه بتبقى سوفت، مش مفروده قوي، عشان خاطر ما اعملش بلوك المفصل الركبه زي ما احنا متفقين. واهم من كل ده طبعا ظهري مفرود، ظهري مفرود عشان خاطر اشتغل عضله اللاتس صح، ولازم اشغلها بطريقه صح عشان تديني اعلى النتائج. هبدا اشتغل كده التكنيك مع كابتن احمد طلبه. يلا 1 طبعا النفس بتاعي كابتن احمد معايا، 2 طبعا الناس اللي كانت بتبعد بكوعها عن جسمها ده غلط، لازم كوعي قريب جدا من جسمي. ليه؟ عشان اشغل عضله اللاتس 100%. اشتغل كده اشوف الاداء الصح هيشتغل معايا ازاي. يلا 1 احسن، 2 3، هنعمل 10 عدات او 15 عده حسب الترينر اللي عامل لنا البرنامج، هنعرف التكرارات والمجموعات ايه. النهارده هو ده كان معانا التمرين الرو، ونعرف وعرفنا ايه الاخطاء الشائعه، وعرفنا ايه الطريقه الصحيحه للتمرين عشان نبدا نبعد عن اصابه التمارين دي. تاني تمرين معانا النهارده هبدا اتحول بيه انا وكابتن احمد طلبه، وهو تمرين اللات بول داون. تمرين اللات بول داون برضه بتخدم عضله اللاتس اللي هي تمرين الظهر. لازم طبعا قاعده معينه. اول حاجه الناس اللي كانت بتطلع رجليها ورا وهي بتتمرن ده غلط، لازم رجليها قدام زاويه 90 عشان تديني بالانس وقوه على الارض. تاني حاجه طبعا بنشف عضلات بطني وبنشف القطنيه، ابدا اشتغل على صدري. طبعا هنعرف الاول ايه الاخطاء الشائعه. الناس كانت بتنزل لمنطقه البطن باللزه ما كابتن احمد هيورينا كده، ده غلط يا جماعه قلبا وقالبا، ده ما فيهوش هزار، ده هيدينا طبعا اخطاء واصابات في عضله واربطه مفصل الكتف. هنشتغل لحد مستوى الرقبه بس زي ما احنا نازلين، وكوعي لقدام، كوعي لقدام عشان يبقى انا كده طلعت مفصل مفصل الكتف قدامي واديت مساحه اكتر للظهر ان يشتغل معايا باسلوب احسن. هيشتغل كده التمرين الصح معايا بالظبط، واعمل فليكشن لعضله الكتف الخلفي بالظبط كده، والنفس طبعا شغال معايا في المقام، يعني بطلع النفس وانا نازل بالوزن واطلع فوق اخد النفس. برافو عليك كابتن احمد، طبعا زي ما احنا شايفين كده التمرين معانا. ومن الاخطاء الشائعه برضو اللي كانت بتقابلنا ان انا كنت بنزل بالقطنيه لورا، ده غلط يا جماعه. التمرين ده كده هو على مش على قد ما هو غلط، على قد ما هو شغال لي عضله ثانيه خالص، هشغل لي الريل دلتويد. انا كده اشتغلت كتف خلفي ومش هي دي العضله المستهدفه في التمرين، العضله بتاعتي اللاتس. يبقى انا مستقيم بالظبط، احاول اشد عضلات بطني، احاول اشد عضلات القطنيه وانزل بالمستوى ده، كده انا بشغل اللاتس بتاعتي 100% بدون اي اصابات. النهارده كنتوا معانا في التمرينين دول كابتن احمد طلبه وكابتن محمود فوكس، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، وربنا يبعدكم يا رب عن اي اصابات او اي مشاكل جسمانيه، ويا رب دايما يومكم فوكساوي بما ان كابتن محمود فوكس معاكم النهارده، ويومكم منور بالحماس والسعاده والامل يا رب، وربنا يحفظكم من اي شر وسوء، وان شاء الله في حلقات ثانيه جديده وتمارين ثانيه جديده عشان تعرفوا ايه الاخطاء الشائعه بتاعتها. مع الف سلامه.